ما يجري هو جريمة إبادة جماعية مستمرة على مرأى ومسمع من العالم لليوم 149 على التوالي. قتلت فيها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في عدوانها الغير مسبوق والهمجي نعم والوحشي والذي تحللت فيه من كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحتى آخرها تدابير محكمة العدل الدولي القاضي بحماية الفلسطينيين. هي قتلت ما يزيد عن 30,000 شهيد، معظمهم أو 70% منهم من الأطفال والنساء، وأصابت 71,000، وتقريبا الآن قربنا على 72,000 جريح، عدا عن 8,000 إلى 10,000 مفقود من الشهداء تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات التي قصفتها دون سابق إنذار، إضافة إلى تهجير ما يزيد عن 90% من سكان قطاع غزة، بأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون فصول مجاعة حقيقية، وأخطرها المجاعة التي تحدث في شمال قطاع غزة، وبسبب الجوع والعطش وانتشار الأمراض يتوفى كل يوم العشرات، آخرهم 15 طفلا في مستشفى كمال عدوان الذي تحول إلى نقطة طبية بعد تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة. 84% من المشافي والمراكز الصحية جرى إخراجها عن الخدمة بسبب القصف والاجتياح واعتقال الأطقم الطبية والتنكيل بالجرحى والمرضى نعم وإخراجهم لإبقائهم دون أي علاج، مرضى السرطان، مرضى الكلى، والأطفال الخدج وغيرها، في مشاهد تندى لها جبين الإنسانية. لذلك المشهد كارثي. نعم المساعدات دولة الاحتلال تعيق وتعرقل دخولها للقطاع، وكل المساعدات التي دخلت منذ بدء العدوان حتى الآن لا تفي بأفضل الأحوال في 8% من احتياجات السكان المدنيين. ولذلك نحن نحذر من مخاطر استمرار الصمت على جرائم الاحتلال والغطاء نعم الأمريكي والأوروبي لاستمرار هذه الجريمة، ونطالب بوقفها وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في داخل قطاع غزة. نعم دكتور صلاح، اليوم وفي ظل التحرك الدولي للوصول إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، كيف تقيم هذا التحرك وهذه الجهود للوصول إلى هدنة؟ نحن تقييمنا أن دولة الاحتلال ماضية في مخططاتها بتصفية القضية الفلسطينية والاستمرار في جرائم الاستيطان وتهويد المسجد الأقصى، وأيضا الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، وأن نتنياهو حول الهدف من الحرب إلى هدف لبقائه في الحكم هو وائتلافه الحاكم اليمين الفاشي. نعم ولذلك نحن نحذر العالم من مخاطر الانشغال عن الفلسطينيين بدعوى أن هناك أفق للتهدئة. هذه حقوق للفلسطينيين بوقف العدوان ووقف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك كل الجهود مرحب بها للوصول إلى وقف لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، في حياة سكان قطاع غزة باتت على المحك، ونأمل أن تفلح الجهود ما قبل شهر رمضان في الوصول إلى هدنة في مرحلتها الأولى 6 أسابيع، وتستمر إلى أن يتوقف العدوان. الاحتلال لغاية الآن يماطل ولا يستجيب إلى جهود الوسطاء، وحتى إلى اتفاق باريس الأول الذي رفضه، ثم اتفاق باريس الثاني الذي جاء برعاية أمريكية مصرية قطرية وفرنسية، ولغاية الآن إسرائيل تماطل ظنا منها أنها تستطيع أن تقلل مطالب فصائل المقاومة الفلسطينية. لذلك من الأهمية بمكان الضغط على دولة الاحتلال لضمان التزامها بقواعد القانون الدولي وإنفاذها لقرارات محكمة العدل الدولية. فالمطالب الفلسطينية لغاية الآن هي مطالب إنسانية وهي حقوق إنسان تقرها كافة الأعراف والمواثيق الدولية، نعم ولذلك نتوقع أن يكون هناك ضغط، مزيد من الضغط، من أجل الوصول إلى وقف للعدوان وضمان حماية المدنيين من جريمة الإبادة الجماعية. نعم كنت معي من غزة دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.